أهلا بكم. كواليس في أولى حلقاتها اختارت أن يكون ضيفها واحدا من صناع كواليس الإعلام والدراما، شخصية جمعت جمعا من المختلفين في سلة واحدة ونسجت المتناقضات بمهارة قل نظيرها في ليبيا. هو صاحب المكان والضيف، هو الشاب الذي يحمل رصيد خبرة يتجاوز عمره، وهو واحد من القلائل الذين جمعوا الحرب والسلم معا. ضيفنا المهندس وليد اللافي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وشكرا على المقدمة. أستاذ وليد، افتتاح البرنامج باستضافتك ليس فقط لكونك مدير مشروع سلام، وطبعا المشروع هذا نجح خلال سنة واحدة أن يكون ند لأقوى القنوات الليبية، لكن استضافتك لكل ما سبق أنك شخصية قادت أكثر من مشروع في ليبيا له وزنه وله جدله، يشار لك بالبنان عند البعض ويشار لك بأصابع الاتهام عند آخرين. بس قبل ما نفتح أي باب خلينا نبدو القصة من البداية. مهندس الكمبيوتر سنجابة للإعلام. أولا شكرا لهذه المقدمة. والله سؤال مهم بس إجابته طويلة شوية. طبعا أنا نتذكر في عام 1997 كان والدي يحضر في الدكتوراه، وكنت أنا مولع جدا بالكمبيوتر، مهووس بالكمبيوتر في ذلك الوقت، كانت يعني في طفرة للكمبيوتر بشكل عام. فقال لي أنا نبيك لو تطبع لي رسالة الدكتوراه بتاعي حنعطيك المكافأة اللي كان يخصوا فيها في البعثات والدراسات. فاشتغلت نذكر فيها شغل، كان أول عمل في حياتي في ذلك الوقت لأنه كان له مقابل، وإن كان ماديا ما هوش يعني مجزي بشكل كتير، لكن كان في هدف في ذلك الوقت. بعدها رجعنا لليبيا، وأنا أيضا مولع بالكمبيوتر، وكنت عايش يعني كنت منوضش من قدام الجهاز يعني الكمبيوتر صح التعبير، عن طريق كانت عمتي تشتغل في قطاع التعليم، فطلبت مني مساعدة في ذلك الوقت، كانوا يعدوا في الميزانيات نتاع القطاع تعليم طرابلس تحديدا. فزي ما هو معروف كانت الميزانية ثلاثة أبواب، باب الأول والثاني المعروف اللي هو كان يغطي في المرتبات والمصروفات العمومية، والباب الثالث كان يسموا فيه ميزانية التحول أو ميزانية المشروعات اللي دائما فيها الخطة نتاع القطاعات. فاشتغلت الميزانية على الإكسل شيت، كان نذكر في عام 2002، ولأول مرة يعني هم يشوفوا حاجة من هذا النوع، يعني كانوا نذكر مستغربين إنه كان يتغير الرقم في خلية فيتغير في الإجمالي، فكان شوية هيك حاجة بالنسبة ليهم يعني مفيدة. وبعدها مسؤول التعليم في ذلك الوقت لما رفع الميزانية لمن هو أعلى منه قال له اللي خدم لك الميزانية هذه خلي يخدمها لنا لكل القطاعات. هذا كانت محطة مهمة، لأن بعدها نتيجة الحفاوة الإيجابية نتيجة هذا الشغل البسيط اللي كان في ذلك الوقت خلت عندنا طاقة كبيرة في الشغل، وكانت انطلاقة تانية. نتذكر كلمني كان يعني كان يسمى في ذلك الوقت أمين التعليم، وقال لي يا وليد أنا نبو نأسس وحدة للتوثيق والمعلومات، وحدة تكون مسؤولة على المعلومات في القطاع. وأنا في ذاك الوقت يعني كنت طالب أظني في صف الثاني ثانوي، يعني صغير وما زال ما تخرجتش. فقلت له الكلية اللي نبي نقرأ فيها في طلبة أوائل بيتخرجوا، عينهم وظفهم يعني أو مسمى بالتعيين، وأنا مستعدين لشغل المشروع. وفعلا يعني قام صدر قرار بتعيينهم كلهم، وايضا انا قلت له نبي حتى المشرف بتاع مشروع التخرج بتاعهم مهندس المحترم مصطفى قباش فعلا عينه في ذلك الوقت، وبدينا في اول مشروع في ذلك الوقت. كنت اتذكر ان قطاع التعليم في طرابلس كان يقدم في خدمات ل 65,134 معلم، نذكر الرقم إلى يومنا هذا. وشن هذه الخدمات؟ يعني مثلا معلم يبي نقل، معلم عنده مشكلة في ترقية، معلم عنده يحتاج إجازة بدون مرتب،
فالإجراءات الإدارية كانت كلها تتم في مكان واحد. وشوفي أنت ممكن تتصوري يعني العدد هذا كله في شباك واحد وبطريقة تقليدية، كان أي حد عنده طلب كان يقف في طابور أمام شباك، وكان في سجل البريد الوارد، يفتح السجل ويكتب الرقم الإشاري، ومثلا نقوله سعد الهمالي عندها طلب كذا كذا، وهم الأمانة يعني كانوا يشتغلوا، يعني كان في فريق يعني كانوا الموظفين يشتغلوا بشكل جبار، لكن التقنية في ذلك الوقت ما كانتش متوفرة لهم كما يجب. كان أول مشروع عندنا نحل هذه المشكلة، واستطعنا في عام 2003 إلى 2004 أن نديروا أول خطوة في حاجة اسمها نظام المحفوظات الإلكترونية. طبعا ما كانتش اللوائح متاع الإدارة تسمح أن احنا ننتقلوا بشكل كامل للإيميل والبريد الإلكتروني زي ما هو الآن، كانت النسخة الدوكومنت الهارد كوبي أو النسخة الورقية كانت مهمة جدا في الإدارة في ذلك الوقت. فاحنا اشتغلنا الفريق على مزج ما بين النظام اللي يتطلب الهارد كوبي وما بين النظام بطريقة إلكترونية، فأصبح لما تدخل المكان اللي كان فيه شباك واحد وطابور طويل أصبح كأنك داخل لمصرف أو بنك مرتب، وفي مجموعة شبابيك والناس تجلس زي الصالونات، وفي طابور في منظومة تنظم في الطوابير متاع المراجعة توزع فيه مع الشبابيك، وأصبح في سيستم كمبيوترايز كله. تقدم المستند، حافظنا على المستند الورقي لما زي ما قلت لك كان شرط، وكان يديروا له أركايفنج على السكانرز على الماكينات، ويدخل ضمن السيستم ويطلع لك طول أنت كمعلم رقم إشاري تراجع به حتى عن طريق الهاتف. هل هذا الدعم هو احنا فكرتنا عن رجالات النظام السابق ان هم ابعد ما يكون عن دعم الشباب وفتح مشاريع زي هذه، هل هذا كان بدايه تعرفك؟ لان بعض يعني مش كلهم زي بعضهم، في ناس زي وزير او امين اللجنه الشعبيه للتعليم. هو سؤال فخ، لكن شوفي الانسان يعني اكيد كنا احنا ضد التعميم، يعني فكره التعميم هذه من الاخطاء اللي في التفكير. يعني مش معنى أن كل بالتأكيد يعني من كان في النظام السابق هم فاسدين، وليس بالضرورة كل من أتى بعدهم أنهم مصلحين، هذه طبيعة بشرية يعني مش هتختلف بشكل كتير. صرف نضع التقييم الكلي للمسار متاع النظام أو الدولة، لكن بالتأكيد كان في شخصيات وطنية، وبالرغم أن كانت عندهم مسؤوليات وظيفية أو ربما حتى سياسية في النظام، لكن كانوا عندهم حس وطني عالي، وكانوا يقدموا شيء لبلادهم، هذا شيء أكيد. يعني بعد كان هيك علاش ما سمعناش بالمشروع هذا في الإعلام؟ معنا مشروع يعتبر والله ما زالوا يعني المشروع هو حتى تطور بعد، يعني تكلمنا على مرحلة بس المحفوظات الإلكترونية انتقلت إلى المدرسة الإلكترونية، ولت كل مدى بيانات المدارس في ليبيا إلكترونية، المعلم الإلكتروني، والمشروع خد صدى كبير. لأن طبعا ما كانش في أكيد حرية في الإعلام أو يعني على الأقل اهتمام، خلينا نقول اهتمام بهذا المستوى. لكن أنا كانت التجربة هذه بالنسبة لي كمحطة أولى مهمة، لأن صقلت شخصيتي في عدة أشياء. أولا في الجانب الإداري والتنظيمي، وربما يعني مفهوم الإدارة والتنظيم، لأن مؤسسة كبيرة بهذا الحجم وكانت منظم قطاع زي هذا ضخم يعني. وأيضا كانت منظم يعني للأمانة، يعني وكان يشهد كل الناس اللي كانوا يترددوا ولا رجعوا أنه كان نموذج مهم ونموذج إيجابي. النقطة الثانية كانت القيادة، كانت مهمة لأن كان في نموذج في القيادة، وكانت في أزمات، وكانت في مشاكل، وكان في صراعات، وكان في إشكالات، وكان في أهداف، فكان في نموذج مهم. النقطة الثالثة هو فهم الإدارة الليبية، وأنا أيضا هذا نقطة ربما نشوفها حتى إشكال الآن بعض السياسيين الليبيين اللي عندهم حتى ربما مناصب. من الصعب جدا أنك أنت تقود قطاع وزارة ولا حتى حكومة وانت مش عارف البنية الإدارية التنظيمية في ليبيا، لأن في قوانين للمالية، وفي قانون ما يسمى بالميزانية، وفي إجراءات متعلقة بالمالية، وفي إجراءات متعلقة بالجانب الإداري. لو ما كانش الخبرة موجودة تصعب عليك فهم الطبيعة المؤسسية، زاد حتى كفاءة الكادر. انت تكلمت ان هم رفضوا ان يتحول تماما الإلكتروني لان الموظفين مش جاهزين. ايه طبعا هذا طبعا شيء موجود في العالم كله، يعني مش غير في ليبيا، يعني دائما في جنوح يسموا فيه للتغيير، يعني تواجه دائما أنظمة الميكنة. وأنا اللي فاد الأمر أني كملت دراستي، وكان مشروع تخرجي على الحكومة الإلكترونية،
وطبعا الحكومه الالكترونيه من ناحيه تطبيقيه كمنظومات وانظمه، حكومة الالكترونيه من ناحيه ثقافيه، لان جزء منها توعوي، جزء منها ثقافي، جزء منها كيف تغير عقليه الناس ان ينتقلوا الى الجانب الالكتروني. وطبعا هذا الكلام انا نتكلم في 2003 و2004 وانا متخرج في 2007، فالان لي فتره طويله واصبح ممكن الثقافه اليوم متغيره. فلكن الأهم أن المرحلة كانت أساس جيد بالنسبة لي، وصل فيها المشروع إلى الذروة متاعه. وطبعا بعتالي نتيجة الإشكالات اللي ربما كانت موجودة في النظام السابق بشكل أو بآخر، السيستم هذا توقف بالكامل نتيجة التغيير على مستوى الأمانات في ذلك الوقت، وصار في انهيار بالكامل، ورجعنا الى العصر الورقي والحجري. وهذا سبب لنا انا على المستوى الشخصي ولا حتى على مستوى الفريق صدمه كبيره واحباط يعني غير عادي. اضطرني انني نترك القطاع العام، وكتبت رساله لامين التعليم في ذلك الوقت وقلت له فيها كلام شديد جدا عن الظلم وعن دوله الظلم وعن الفساد وعن كذا، لانه هو كان سبب توقف هذه الانظمه كلها، كان شيء مرتبط بالفساد بشكل او باخر. طلعت انا من القطاع العام، وخرج معي ايضا الفريق، تحملت مسؤوليته. كانت في فتره صعبه لان احنا كنا صغار في السن وكذا، وكانت مسؤوليه كبيره. وكان ذاك الوقت يعني كان عندي صديقي محمد العكاري، مصمم جرافيك معروف، وانا ديما نحكي يعني انه من اهم المصممين اللي في ليبيا، او اللي اصحاب افكار كانت سباقه في مرحله معينه. اسسنا شركه في ذلك الوقت، كانت في نهايه 2007. هو قبل ما نفتح موضوع الشركه، انت قدمت نموذجين يعتبروا غريبين شويه وقت النظام السابق. اولا الوزير هذا او الامين اللي هو اعطيه فرصه للشباب، ثانيا انتم كنتوا كلكم فريق دراستكم وشغلكم داخل ليبيا. نعم. يعني بعض الناس يعتبر ان الناس اللي نجحت او تنجح لازم تكون جايه من برا او دراستها برا. لا بالعكس، بالعكس. فوين السر؟ يعني انتم ضمن طالعين من نفس المنظومه اللي تعتبر فاشله لحد كبير يعني. لا شوفي، انا زي ما قلت لك انا ضد التعميم، هذه رقم واحد. يعني ما فيش احكام مطلقه، يعني ما فيش مطلق في الدنيا الا الله سبحانه وتعالى، الباقي كله نسبي، هذه رقم واحد. رقم اثنين بالعكس، إن ممكن لو تكلمنا عن النجاح الدراسي التخصصي بالتاكيد يعني بيئه الجامعات اللي برا فيها امكانيات ومساحات اوسع، بس النجاح المتعلق بالتنفيذ بالضبط، النجاح متعلق بالتشغيل والقدره انك انت تغير والقدره انك انت تشتغل وتحدث تغيير، لهذا ضروري تكون موجود في البيئه الليبيه. ما تقدرش تغير الا انت جزء من هذه البيئه. يعني حتى من شروط التغيير انك انت تكون جزء من البيئه اللي تبي تغيرها. فبالعكس كان فيك وكان فيك. وانا بصراحه باش نكون اكثر صراحه، يعني انا دائما كنت ارى ان، وهذه ربما ما نعرفش يعني يتفق معي البعض او يختلف، بس انا ديما كنت نشوف الجانب المضيء وان كان جدا محدود، وكنت دائما ان كان على مستوى الناس ولا حتى على مستوى المجموعات ولا حتى على مستوى النظام يعني. فكنت اتمنى ان ما كنتش يعني نميل جدا للخطاب السلبي الصفري، عرفتي؟ وكنت يعني نشوف ان بالامكان ان بعض الاشياء تتحقق. جتنا صدمة في النهاية أكيد، يعني صدمة كبيرة يعني هذا كله انهار يعني، لكن استفدنا منها كثير. وأنا أتذكر أيضا موقف مهم لما انطلقنا في مشروع المنظومات هذا الضخم، بعد ما دلنا الدرج الخطوة الأولى، كنا المنظومات اللي ماشيلها أكبر من إمكانياتنا الفنية نتكلم. وكان في ذلك الوقت شهادة صعبة كان تعطي فيها مايكروسوفت، دورة طويلة اسمها مايكروسوفت سيرتيفيكيت سوليوشن ديفلوبر، اعتماد مايكروسوفت لمطوري الحلول. وهذه كانت الكورس مكلفه جدا يعني. فانا قابلت امين التعليم في ذلك الوقت الدكتور محمد الفتوري، وقلت له دكتور احنا نبوا نمشوا في هذه المنظومات، وهذه الاسعار بتاعها لو بتنفذها في شركه، ولو بننفذها احنا محتاجين تساعدونا تخلصوا علينا قيمة الدورة، لأن كان الطالب الواحد تقريبا يعني في حدود يعني ما نتذكرش الرقم بالضبط، بس كانت تكلفة عالية. فنتذكر قال لي نحن نعطيكم مكافأة بإجمالي أقل عرض وحنخلص عليكم الدورة.
فكانت بالنسبة لنا يعني شحنة معنوية غير عادية، وخلانا نواصل الليل في النهار باش كملنا كل الأنظمة وشغلناها. لكن في النهاية زي ما قلنا يعني جت صدمة وتثبت أن هي تعطلت. لما انتقلنا إلى مرحلة الشركة، شركة مع شريكي محمد العكاري اللي تكلمت عليه قبل شوية، كانت قلنا نبغى نديرها في مجالين. انقلت معك نفس الفريق اللي كان في الفريق الأساسي، انتقل معي وجزء منه راه من 2002 2003 إلى يومنا هذا مستمر معي. فانتقلنا وكان الفكرة بيني وبين محمد أن نديرها شركة تشتغل في المجالين، مجال التقنية، تقنية المعلومات، وفي مجال الميديا. سميناها ارت تك، ارت تك يعني ارت للفن، تك للتكنولوجي. وكنت انا المدير التنفيذي بتاعها، فكان نتيجة المهمة هذه فكنت مطلع على المجالين. ما ننكرش ان كان عندي يعني ميول ان صح التعبير لجانب الميديا ولا الفن، ولا يعني من انا صغير بالتأكيد في الإذاعة المدرسية بشكل كبير، وحتى في الفرقة الموسيقية ولا المسرحية اللي كانت في المدرسة، وكنت مهتم به. وحتى لما كنا في قطاع التعليم كنا الجانب هذا دائما نحاول ندخلوه ونتقنوه، ونحاول نجيبوا فيه آخر شيء في التكنولوجيا، ونحاول نديروا فيه شغل كويس. هو بعد انهيار المشروع كيف ما فقدتوش الأمل، قلتوا أنه مفروض شغل يكون خارج ليبيا، في ليبيا مش حينجح أي شغل باعتبار المنظومة، ممكن تجي تنسف المجهود كاملا يعني. لا، هو الدرس اللي استفدته في ذلك الوقت ان المجهود الكبير اللي المفروض يندار في مؤسسه عوامل التاثير فيها ما هيش كلها في حدودك انت، ما بيش نقول مؤسسه تملكها، بس ما هيش مفتوحه لرياح قد يعني تجيك فجاه او زلزال فجاه. فيجب ان المجهود، لان هذا احنا لما نشتغله يعني نتذكر كنت 7 سنوات ما تغديتش في الحوش، كنا نخدمه ليل ونهار، يعني بدلنا فيها وقت ومجهود. يعني أنا كان عندي من أسهل أشياء أني نبات في العمل، يعني هذه كانت حاجة عادية جدا لما يكون عندنا حاجة بنسلمها تاني يوم أو حتى قبل يومين أو ثلاثة، كان سهل جدا عندي نبات في العمل، ما كانش حاجة غريبة ولا متعبة. فالمجهود هذا قلنا من الخطأ أنه يندار في حاجة عامة، لأن نقدر نفيد بلادنا و ناسنا من خلال القطاع الخاص. لما نبنوا شيء تبدأ فيه عامل التراكم، طبعا من أكبر الملاحظات السلبية المتعلقة حتى بمؤسسات الدولة فترة النظام السابق، وللأسف حتى الآن لازالت نفس السياسات تمارس، هو أنه ما فيش خبرات تراكمية للوزارات. يعني ممكن الناس تتفاجأ في بعض الوزارات عمرها 4 سنين و5 سنين، ما فيهاش محفوظات، ما فيهاش أرشيف، لأن كانت عمليات ضم وفك وإلغاء وتكوين من جديد. فالخبرة التراكمية واللي هي عنصر أساسي وقطعي للنجاح ما كانش موجود. كان هدفنا أنه في القطاع الخاص ما كناش متضايقين من البيئة، مش كون معك واضح، يعني ما كانش عندنا نظرة سوداوية أن البيئة محبطة بالمطلق، وإن ما كانش فيه هواء للتنفس، وإن إحنا ما نقدرش ننجحوا. لا هي مش كسب هواء وكذا، بس القوانين، العقليات إن تتغير زي ما قلت بين عشية وضحاها، فجأة يتغير النظام كاملا بمن فيه. الصعوبات في كل مكان، مكان يعني هذه قاعدة في الحياة، ما فيش مكان مثالي. صحيح. في النهاية يعني ونحن ما كانش النجاح نشوفه فيه شخصي، يعني نقولك لو كان ممكن نظرة لنجاح شخصي أنا اللي بننجح في دراسة ولا في مجال شخصي، ممكن تكون إن البيئة اللي برا أفضل، بس هناك كان همنا كل المشروع النتائج. بالعكس إحنا كنا نشوف إن الظروف الصعبة فرصة، لأن لو كان الأمور سهلة وكذا ما كانش فيه تحدي، كان فيه منافسين كتير. يعني تخيل روحك أنت في دولة كل شيء فيها على ما يرام والأنظمة كذا وفي منظومات، احنا كنا يعني ما كانش حيعطانا احنا مجال واحنا شباب صغير كيف نتخرج ولا صحيح. او قبل حتى ما نتخرجوا، يعني لو كانت في مكان كانت حتعطى لشركات كبرى وشركات أجنبية، لكن نتيجة ان كانت الظروف صعبة فلقينا فيها فرصتنا اللي هي، وديما كنا نقولوا فيها يعني نذكر يعني كنا نقولوا ان احنا الحمد لله عندنا فرصة ان نجربه، ان احنا ما يعني لان نديروا فيه شيء جديد وما هوش مكلف بمعنى أو بآخر، ما فيش عقود كبيرة ولا إلزامات،
فبالتالي الحمد لله كانت عندنا فرصة إن نجربه. أضف لذلك إن فكرة إن كان همنا المشاريع اللي كانت تنجز، كنا نعيشه في الحلم إن كيف بيصير وكيف بيندار، ولما تشوف نتائج على الأرض وأثر في دورة وظيفية ولا دورة طور في عمل معين ولا في مؤسسة معين، كان يعني متعة ما بعدها متعة بصراحة. فبالعكس يعني كانت من هنا دخلت الإعلام من الشركة، الشركة اللي كنت مدير تنفيذي وكانت في المجالين اللي هم الإعلام والتقنية، فكنت مهتم بهذا المجال. اشتغلنا مجموعة يعني أشغال كانت كويسة من 2008 إلى 2011. بعد الثورة كان في نقلة كبيرة لينا في العمل، وهو إن فزنا بعطاء لأول مرة، هو للأسف كان آخر مرة يعني ندار في ليبيا بهذا الشكل. هو كان العطاء متاع المفوضية الانتخابات في أول انتخابات تشريعية في ليبيا، اللي هو كان انتخابات المؤتمر الوطني في 2012، وكان بإشراف الأمم المتحدة حتى لجنة العطاء، دارت تقييم كبير ودارت كذا. استفدنا حتى من آليات التقييم اللي دارتها اللجنة اللي كانت من الأمم المتحدة، وكان عقد يعني من جميع النواحي يعتبر كبير، وشغل كانت مهمة كبيرة، دارت نقلة. بعدها استمر شريكي محمد العكاري في شركة أرتك وحدة، وانا انتقلت الى توسيع الشغل في مجموعة AMG الإعلامية اللي تكون من خمس شركات، وشركة Art Production في الانتاج، وشركة التسويق AMG Agency، وشركة الكرياتيف، وشركة الويب الديفلوبمنت متاع تطوير المواقع والانترنت، بالاضافة الى شركة AMS هي مزود الخدمات متاع التلفزيونات والقنوات. اشتغلنا بروح تحدي جديدة في ذلك الوقت، كانت ان احنا دارين بزنس بلان وماركتنج بلان، وكيف نحط ونحدد الزبائن كتارجت عندنا، وكيف نوصلوا معاهم، وكيف نحققوا تكاليف يعني ايرادات معينة نغطوا بها مصاريفنا، وكيف نوصلوا الى نقطة التعادل ما بين مصاريفنا وايراداتنا. كانت تجربة مهمة على الصعيد التجاري، وتوسعنا فيها في مجال الميديا. هنحكوا بعدين على الانتاجات اللي خشيتوا فيها والاشياء اللي طلعتوا بها، بس بعد الفاصل مش حنتكلموا على الكوابيس، حنتكلموا على الكوابيس العمل الاعلامي وظروف ولادة سلام. أهلا بكم مجددا أستاذ وليد. السلام والإعلام أيهما يخدم الآخر؟ والله هما الاثنين يخدموا بعض يعني بالتأكيد. يعني هو الإعلام في أسمى رسائل أن تكون رسالة سلام، هذه ما غير شك، وأيضا أن السلام كغاية وكهدف من أقوى وأهم روافذه هو الإعلام، فبالتالي هما الاثنين يكملوا بعض. هل كانت سلام مشروع منفصل يتم التحضير ليه، ولا بنيت على انقاض النبأ؟ والله انت سعدة يعني زميلتنا وعاصرتي الفترة كلها. لا هي ليست على انقاض بالتأكيد، يعني هي مرحلة جديدة. احنا كنا من مدة نفكروا ان يجب يكون في تغيير ما، لأن لكل شيء عمر أو مرحلة. وكان أنا على الأقل الرؤية اللي كانت موجودة عندي وعند جزء من الفريق أن يجب أن نعيد تقييم الأوضاع أو تقييم الخط أو تقييم النتائج في النهاية، لكل مشروع في نتائج. وكان لابد من قرار، ما بيش نقول التغيير بقدر ما هو قرار الانفصال. واستمر كل مجموعة في خطها، وإحنا مؤمنين أن المستقبل لخط اللي ماشية فيه سلام، وأن الإعلام كل ما كان قريب من الناس ويعبر عنهم ولا يسيس أو يستغل قضاياهم حيكون إعلام ناجح وله استمرارية، وكل ما كان عكس ذلك يكون مستقبل مجهول.
هل طلعت من نبأ بخبرة ولا بعداء؟ تمام. شوفي أنا بكل وضوح إذا كان فيه أخطاء في المرحلة السابقة فأنا متحملها بالكامل، وإذا كان النجاح فأنا نسبة أكيد للفريق. أكيد كانت في خبرة كبيرة. أنا طبعا جيت للنبأ في ظروف صعبة، وكانت في 2014 وكان في حرب في طرابلس، وكانت المعتمدة المؤسسة على قيادات يعني أغلبهم أخوة من عرب أو من دول تانية، فبالتالي كان في ظروف صعبة يعني زملاء عاشوها يعني بتعب وبأرق كان في خطر، مش كان في خطر صعوبة. بالتأكيد فالتجربة مهمة بالنسبة لي بالتأكيد. المؤسسة واجهت مخاطر كبيرة، تعرضت إلى هجوم لخمس مرات، وكانت بقوة وسط طرابلس وسط العاصمة. استفدت من التجربة استفادة كبيرة من غير شك، وخلتنا أيضا الاستفادة هذه نفسها أن احنا نفكر في المستقبل بطرق مختلفة. طيب سلام ولدت في ظروف صعبة في ليبيا يعني، بس يعني ما كنتش خايف من ردود فعل خاصة أنصار فبراير وأنت واحد منهم، يعني ما كنتش خايف من طرح أصلا فكرة السلام في ظروف زي هذه؟ أولا أنصار فبراير بالعكس يعني جزء كبير منهم يعني مهتم بالسلام وبالاستقرار، وبعيدا عن مسميات معينة أو رايات معينة، احنا اللي نعرف بعضنا كويس وعارفين شو نبو، وعارفين أن البلد في أمس الحاجة للاستقرار. فكرة سلام مش فقط يعني فكرة مرتبطة بمشروع المصالحة أو برؤية المصالحة اللي احنا ممكن أني على الصعيد الشخصي يعني اقتربت منها في مؤخرا، لكن أيضا مرتبطة بفكرة احنا على مستوى الشركة اعتمدناها منذ 2012 تقريبا لما أنتجنا أول عمل، اللي هي أن الإعلام دائما الإعلام عنده معضلة التمويل، يعني هذه في العالم كله وحتى المنظرين في الإعلام دائما الحديث على التمويل، مصادر التمويل عنصر أساسي حتى في تصنيف إن كان المؤسسات أو في تقييم أداها أو في مراقبتها. لما نجي تشوف أنا المؤسسات الإعلامية اللي ناجحة في تجارب بلدان وغيرها، طيب كانت العنصر الأساسي في تمويلها معتمد على الناس. سلام تهدف أن هي تبني علاقة قوية مع الجمهور، علاقة ثقة تخدمها في مشروع توسعها وحجم إنتاجها اللي يتطلب ميزانيات تغطى بشكل أو بآخر من خلال الإعلانات. ما هو السلام سيد وليد نقص عليك، السلام يعني مبدأ سامي وشعار كبير ترجمته إعلاميا، كيف تقدر توفق بين أنك يكون المضمون قوي والشكل قوي؟ هل مضطر تضحي بواحد منهم أحيانا؟ احنا يعني ما نكونوش مبالغين يا سعدة ونقولوا أن احنا القناة هذه بنحقق بها السلام في ليبيا، هذا مستحيل وغير ممكن، وأي حد يقول نقدر ندير حاجة بروحي أعتقد أنه يقدر يراجع نفسه. سلام هي يعني لبنة سماها من اللبنات، مبادرة من المبادرات، خط من الخطوط، عرفتي؟ يعني نأمل أن هي تخفف من وتيرة توتر معين أو تقدم وجه جديد، لأن الإعلام ما هوش فقط يعني، لأن احنا للأسف جتنا فترة في ليبيا بعد 2011 استنسخنا نموذج معين إخباري خشبي تقليدي وعم في كل القنوات. سلام تبي ترجع بالإعلام إلى شكله الأساسي، لأن حتى المتخصصين في الإعلام يقول لك وظائف الإعلام ثلاثة: الإخبار والتثقيف والإمتاع. احنا مركزين على التثقيف والإمتاع، على الانترتينمنت الهادف الترفيه الهادف، وعلى الإمتاع بمعادلة اللي قلت قبل شوية احنا اعتمدناها منذ انطلاقتنا حتى في العمل الخاص، معتمدة على الإعلانات. كل ما يكون عندي جمهور أكثر، كل ما عفوا درت عمل فيه جودة أكثر، جبت فيه جمهور أكثر، حققت به إعلانات أكثر. هذا المثلث اللي نشتغلوا به من 2012 إلى يومنا هذا. بس داخل المضمون هذا سلام
فتحت ابوابها او استديوهاتها، ابواب استديوهاتها لعدد من انصار النظام السابق او الناس المحسوب عليه. واعتذر مسبقا عن اي مشاعر ممكن يثيرها السؤال الجاي، بس انت واحد من اللي دفعوا ثمن باهظ في فبراير. وخسرت شقيقك وخسرت اصدقاء ليك، يعني قداش صعب ان نمد ايدي للسلام في وضع زي هذا والجروح قاعده كلها جديده. هو سعدك جديده الان لنا 9 سنوات. ايه لكن تعتبر بعمر الزمن جديده مش لا، هي لها 9 سنوات. صعب؟ لا شوف، فيش حاجه سهله في الحياه بالتاكيد، فيش حاجه، لكن في النهايه احنا اذا كان منحازين لقيم وعندنا مبادئ، فبالتالي اول من عليه انه هو يتحمل ويضغط على نفسه من اجل تحقيق هذه المبادئ اللي هم اللي يحملوا في الشعارات. يعني شو يعني انا لو كان عندي خصم معين مختلفين اختلفنا معاه على شعار ديمقراطيه ولا تداول سلمي ولا حريات ولا عداله، مجرد ما انه هو امن بنفس القيم بالعكس نفسح له المساحه او نعطيه حتى مساحتي اذا كنت فعلا صاحب قضيه. فبالتالي احنا في هناك فرق كبير ما بين ان احنا القناه تروج لافكار او تجمل في جرائم او تلمع في مجرمين، وما بين ان هي تحمل رساله حقيقيه لشركاء الوطن كلهم ان احنا كنا ليبيين سواسيه، ما فيش بيناتنا فرق، ويجب ان تكون في مساواه بين الكل وتكافئ الصوره، وهذه هي هذه مفهوم المواطنه في عمومه. يعني لا يمكن تكون في دوله وفي تفريق، وهذا لان هذا عنده حقوق اكثر من الاخر، لان هذا عنده اتجاه سياسي اكثر من الاخر. وبعدين خلينا نكون اكثر صراحه ووضعي، اظن ان كل الناس شعروا تعبوا من هذه الشعارات، والشعارات على كلا الوجهين، بمعنى تعبوا من استنزاف الظروف، مش من استنزاف، من التوظيف، من التوظيف والاستغلال. احنا نفسنا بشكل او باخر كنا ضحايا لاستغلال شعارات معينه في فبراير من زعامات محسوبه على فبراير، وكان عندها استغلال وتوظيف سياسي لاهداف خاصه. وانا اعي واعرف تماما ناس من النظام السابق او اللي ناشروا النظام السابق في 2011 دفعوا ضريبه كبيره وكذا مقابل لأن تم استغلال وتوظيف معاناتهم لمكاسب سياسية. شافوا قيادات أيضا محسوبة على النظام السابق استغلت معاناتهم ووظفتهم وتنازلت بسرعة على شعارات معينة وانطلقت في مساومات سياسية تخلت فعلا كل هذه الشعارات. فبالتالي أظن أن الليبيين الآن أكثر صورة أكثر وضوح لهم، وفي مرحلة المرحلة كلها فيها نضج أكثر. خلينا نشوف القدام، خلينا نمشي لقدام ومعاش نتخندق خلف شعارات اكتشف الكثير منا اليوم أنها تستغل لمآرب شخصية سياسية بحتة ويدفع ضريبتها المواطن البسيط. احنا مع القيم، ومناش مع الاستثناءات، احنا مع المبادئ ومناش مع شعارات. يعني هذه الفلسفة بتاعنا احنا، حتى لما نفتح أبوابنا للكل، لأن فبراير هي هيك. يعني إذا كان حتى بنتكلم بمنطق فبراير ما جتش لإقصاء طرف أو لتمكين طرف أو لإعطاء فرصة لجماعة معينة أو مجموعة معينة أو شعار معين، بالعكس احنا نجد أن في توافق كبير. الجمهور متقبل إلى حد كبير، على الأقل التعليقات اللي نشوفه فيها على صفحات القناة وبرامجها، مش ما فيش رفض كبير لوجود ناس معينة. والله يا سعد، هل تفاجأت أو متوقع؟ تفاجأتش، لأن احنا عايشين في ليبيا ونعرف اللي فيها واللي ما فيهاش. يعني شوفي، في ليبيا زي ما قلت لك الاختلاف السياسي اللي صاير ماهوش بالعمق المتجدر. احنا ما عندناش خلافات طائفية انعكست في إطار سياسي، احنا بالعكس يجمعنا مكون اجتماعي قوي وتجمعنا هوية وطنية تحتاج إلى إعادة صيانة صح التعبير، أو دور الإعلام، وهذه من مهام سلام في المرحلة القادمة، هي بلورة الهوية الوطنية المشتركة في قواسم مشتركة كثيرة ممكن احنا وظفناها في الصراعات وفي الحرب للتنابز ولا للتنمر ولا لكذا، في حين أن في خلفها قواسم كبيرة ممكن تجمعنا خاصة في الموروث الثقافي والاجتماعي. فبالتالي بالعكس أنا أرى أن الناس متقبلة للخطاب وداعمه ليه، واهم شيء ان نثبت ان فيه
مصداقية في هذا الخط، وهذا التحدي أظن الحقيقي اللي واجهنا. هو للأمانة حتى فريق سلام داخل كواليسه يعني يعتبر نموذج مصغر، يعني في التنوع المتعايش كبير جدا بين المدن، التوجهات، الأفكار. وهذه أيضا إذا سمحتي لي سعد، هذه حتى هي محطة مهمة التنويه لها أو الوقوف عندها، لأن بداية احنا يعني جزء من فريق القناة كان ماشي في اتجاه معين، انفتح على 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 عالم يعني زملاء وكذا عندهم تجارب كانوا في مؤسسات معينة. اليوم سلام تجمع يعني وجوه ولا محررين ولا صحفيين ولا فنيين اشتغلوا في جل المؤسسات الليبية بمختلف ألوانها ولا اتجاهاتها، وخذوا درس واضح ان راه بالعكس القاسم المشترك اكبر، وان راهي ليبيا اوسع من افق ضيق ممكن يكون عند حد او كذا، راهي ليبيا اوسع، وان تكبيره العقل وتوسيع المدارك تخلينا نمد ايدينا لبعض ونقدروا في قواسم مشتركه اكبر بكثير من مساحات الخلاف الضيقه. يعني انت هنا ممكن الموضوع قياده الاختلافات هي قياده اكثر من كونها اداره، وين السر في ان مختلفين لهالدرجه تقدر توظف نقاط قوتهم مش اختلافهم؟ يعني هذا سؤال مهم واجابته ما هي سهله، وما ادعيش اني نقدر ننظر فيها بسهوله، لكن على الاقل خلينا نقول لك حاجه مهمه. القياده تعرف هي توجيه الموارد نحو الهدف. اذا انت عندك ثلاثه اشياء، عندك هدف وعندك موارد وعندك توجيه. أولا الهدف يجب يكون واضح، ما فيش شي غبش عند الكل، يعني رؤية المؤسسة، فريقها، رؤية واضحة، الهدف فيه واضح ومحدد، ما فيش شي كلمتين زي ما. النقطة الثانية الموارد، الموارد المادية بسيطة بس الموارد البشرية هي الصعبة، الموارد اللي تتناسب مع طبيعة الهدف. إذا كنا إحنا نشتغل على الإعلام في تنوع وفي قبول للكل، يجب الفريق فيه الكل. النقطة الثالثة اللي هي التوجيه، عملية اللي تقوم بها القيادة في حد بشكل مباشر، هو كيف تحط هذه الموارد نحو الهدف. أظن أن العنصر الأساسي هو الكريديبيليتي، المصداقية. مجرد ما تفقد القيادة مصداقيتها امام الفريق، فبالتالي حتصير فيه انهيارات، حتصير فيه صراعات، حتصير فيه مشاكل، حتصير فيه انشقاقات. يعني ممكن احنا ناخذ نموذج مؤسسه ممكن توسعي لاكبر حتى من ذلك. فهي المصداقيه، كل ما كانت قياده اي مشروع كان قياده فيها حزم وفيها مصداقيه وفيها شفافيه، ولما يشعرش حد من الفريق أن مجهوده يوظف أو يستغل لمآرب خاصة أو مصالح خاصة، حتحافظ على التماسك الفريق، وحيعبر الفريق المرحلة ويحقق الأهداف المرجوة. وأمتى ما صار عكس ذلك حتكون فيه. هل تعتقد النموذج هذا لو عمم على ليبيا مثلا، يعني مش هل ضروري أن كل الناس المنخرطين في مشروع يكونوا مؤمنين به، ولا لما تكون في قوانين وأهداف واضحة يكون الموضوع واحترام لها هنا ممكن تمشي العجلة؟ والله مش شرط أن يكون الكل مؤمن. والله لا، شوفي نقول لك في الإعلام ممكن يختلف على بعض القطاعات الأخرى، لأن الجانب المعنوي فيه عنده حضور كبير، يعني ما هوش جانب فني بحث، ما هوش مصنع بلا مؤاخذة أو مزرعة. هو حتى اللي في المصنع ولا في المزرعة يجب يكون عنده إيمان بالشغل اللي يدير فيه. في بعض المهام يعني ما فيش شيء مطلق أكيد، لكن في بعض المهام تستلزم أن يكون فيه إيمان بها وقناعة موجودة، بالتأكيد قناعة بالمؤسسة، قناعة بالهدف، قناعة بالخط، وقناعة بقيادة المشروع. في بعض المهام ما تحتاج ذلك، لكن المهم هو مش هنا. أنت ما تستناش أن قبل ما تبدأ مشروع أن الناس تكون مؤمنة، أن الناس كلها تكون مؤمنة، لا، قدم أنت نموذج وقدم مثال قوي وقدم قيادة قادرة وملتزمة بالمبادئ، حتى اللي ما كانش مؤمن حيتحول إلى مؤمن بالهدف وبالمشروع. وادي ما يش يعني تقيساش بمؤسسة، حتى تجارب الدول والشعوب
والقيادات والزعامات الوطنيه اللي غيرت بلدانهم انها قدمت نموذج، لكن احنا للاسف يعني كل النماذج اللي موجوده نماذج ما تفقد مصداقيتها مع جمهورها، تفقد مصداقيتها مع اتباعها، تفقد مصداقيتها مع البيئه اللي هي فيها، فبالتالي تلقاها تضعف وتضمر ان صح التعبير وتتلاشى ويغيب تاثيرها. وخلي احنا بمثال بسيط يعني خلينا نشوفوا كم من الاسماء اللي برزت في مرحله معينه نتيجه الضخ الاعلامي اللي كان في فتره معينه، وين كانت وكيف كنا احنا نشوفوا لها في ذلك الوقت، وين اليوم انتهى بها المطاف. هل انت مصر على الاستثمار في الكفاءات الليبيه وعندك ايمان بها، ولا المفروض وصلنا مرحله نكون شويه اكثر انفتاح، ممكن استعانه بكوادر عربيه مثلا؟ شوفي السعده الليبيين، انا اظن ان الشعب ما زال ما اكتشفناش كل قدراته، ازعم هذا لعده عوامل. اولا احنا ما عندناش الفرص الكافيه في ليبيا اللي تطلع الكفاءات، ما عندناش مؤسسات عريقه، ما عندناش معاهد ربما حتى لو تكلمنا عن الاعلام في الجانب التقني متمكنه، مع تقديرنا للمجهود اللي تبذل فيه المعاهد اللي موجوده، دار مجهود جبار لكن تحتاج الى دعم كبير. فأنا نتذكر يعني زمان حتى يعني كان لما كانت تجرى مسابقات النشاط المدرسي، وهي يعني كانت فرصه كبيره ل يعني كانت فعاليات جدا جدا فيها كل انواع الفن والثقافه والابداع والمجهود، وكان في مسابقات قويه. وكنت اتذكر ان في طرابلس مثلا على سبيل المثال كانت المدارس اللي في احياء مستوى الدخل فيها محدود هي اللي كانت تفوز وتحصد في النتائج الاولى. ونتذكر كم كان في مواهب من الاطفال الصغار اللي كان عندهم امكانيات شخصيه وربما كانت تفوق حتى دو يعني اقران ليهم وكذا، لكن ما كانش في حواضن، ما كانش في مؤسسات، ما كانش في مشاريع، فبالتالي ما كانش عندهم الفرصه. انا اعتقد ان ليبيا ما زال فيها كنز مدفون، كنز بشري مدفون بالتاكيد، ما زال فيها طاقه خامده مهمله منسيه ضائعه، ستجد في يوم ما من يعني ينفض الغبار عليها وحتطلع وحتثبت. وللاسف يعني احنا كانت حتى دور الحكومات السلطة كلها يعني حتى في أيامات النظام القديم إن صح التعبير ولا حتى توه ما ركزتش، يعني لو كان الاهتمام اللي كان ينصب في قضايا سياسية معينة ولا في قضايا لها أبعاد معينة لو كان ينصب على المجتمع كان حيطلع نتائج نفرح بها كلنا. إن شاء الله الجاي يكون أحسن. وبعد الفاصل حنتكلموا على عمل الخير قدام الكاميرا، رسالة، استغلال أم نجاح للطرفين؟ أهلا بكم من جديد، ما زلنا في كواليس عمل المهندس وليد اللافي. أستاذ وليد، عمل الخير سخرت لي سلام وقت ومجهود ومجهود إعلامي ومجهود مادي، بس دائما في جدل أو في سؤال حول الخير قدام الكاميرا ولا خلفها؟ بالتأكيد هو يعني العمل الخيري الأصل فيه خلف الكاميرا، لكن احنا كانت عندنا وجهة نظر ثانية مش أقول مختلفة. طبعا لما بدت سلام مهتمة بقضايا ومشاكل الناس، كان في برنامج كلام الناس، فكانت القناة تغطي في مشاكل ومعاناة بعض المرضى، بعض اللي عندهم مشاكل حياتية، يعني كانت في مشاكل مؤثرة في الناس بشكل عام. وكان منتج البرنامج يقول لي احنا نعرضه في المشاكل بس، والناس متوقعة ان احنا بنقدم حل. فقعدنا نفكروا فريق القناة كنا ان ليش ما تكونش في شيء مختلف،
فكرة الشيء المختلف هذا أن رسالة باعتبار إحنا مؤسسة إعلامية في الأساس، خلي تكون رسالتنا هي تشجيع الناس على فعل الخير. يعني إحنا في جمعية أو منظمة سلام الخيرية، ما هيش منظمة تقليدية تجمع في تبرعات أو هبات أو صدقات وتعطيها للناس، لا، هي منظمة تكمل في الدور اللي تطلب سلام في إطار حملتها لتشجيع الناس على العمل الخيري. وطبعا هذا فيه أجر يعني كبير من الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عارفين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني الدال على الخير كفاعله، وأيضا يعني قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا احنا العلانية اللي دارينها هي لتشجيع الناس، نحاول طبعا بالتأكيد مراعيين أن عدم ظهور الحالات، هذا ما فيها شك، وأظني حتى الموسم الجديد للبرنامج حيكون فيه يعني إخفاء أكيد لكل الملامح، لكن تشجيع الناس. وهذا الحمد لله استطاعت منظمة سلام أنها تدير حملة خيرية ضخمة في رمضان، وأعني ما أقول لما نقول ضخمة، وكان كله من خلال تبرعات رجال الأعمال من خلال مواد عينية اللي كانوا هم جزء كبير منهم معلنين في سلام. فبدل ما فلوسهم كانت لا مؤاخذة يعني تضل طريقها، فإحنا كنا نحطوا لها القناة السليمة لها، وأيضا تحفيز الناس يعني حتى ضمن المشاريع اللي دائما إحنا ناشد يعني مؤسسات الاتصال في ليبيا، يعني تمكيننا من قصة التبرع من خلال الرصيد، لأن إحنا الكل يقدر يساهم في الحملات الخيرية. والمنظمة أيضا عندها خطة مدروسة تشتغل في مسارين. المسار الأول هو مسار مساعدات، والمساعدات هذه شهرية وفق سلات شهرية يكون فيها رعاة وتستمر. يعني إحنا عندنا في الشهر أرملة نوفروا لها في فرصة عمل، عندنا شاب عنده مشروع لكن ما عندهاش إمكانية مادية نكملوا له فيها، عندنا شاب نزوجوا فيه، وعندنا حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة نوفروا لها في كنياتها من خلال المتبرعين اللي هم الشركات ورجال الأعمال اللي جلهم معلنين في سلام. وتأكيد أنا دائما يعني أكبر في مجهودهم ونجلة ونقدرهم ونشكرهم. هذا مسار المساعدات. المسار الثاني هو مسار الحملات اللي هو موسمي، مثلا بداية عام دراسي، موسم توعية منكم بالمخدرات، هذه خطة مدرجة عندنا، العيد الأضحى، شهر رمضان، فهذه مواسم زي الكامبينز تمشي في سياق مختلف. فهو نأكد مرة أخرى على النقطة الأساسية أن منظمة سلام دورها هي تشجيع الناس على عمل الخير، ما نش منظمة خيرية تقليدية، وما يتم الترويج له إعلاميا هو لتمكيننا من عملية الترويج. إحنا لا نعرضه في الحالات بشكل مستفز، ولا أيضا نعرضه في المتبرعين بشكل ممكن تكون الناس رافضاته، وراه جزء كبير من عمل المنظمة اللي هو ما يحققش غاية التشجيع، راه هو الأكبر واللي هو ما تشوفوش فيه على الشاشة. وفي حتى دعم معنوي للناس انك انت قادر تساعد غيرك، مش بس انت واصل، يعني انت مش واصل مرحلة ان شاء الله دينار او اثنين او ثلاثة ممكن يحدث فرق بالزبط. او طبخة في الحوش زي ما كان رمضان اللي فات، للأسف كورونا ممكن خربت الموضوع شوية. بالضبط بالضبط، احنا هذا اشراك الكل، وانت مش ضروري يكون عندك امكانيات او تكون رجل اعمال، لا، هو الله سبحانه وتعالى يعني قادر على ان يغني الناس كلهم، لكن هذا يعني امتحان لنا كنا واختبار لنا، يا نؤجر عليه يا يفوتنا الأجر، أن الكل حتى بإمكانيات بسيطة تقدر تساعد. إن شاء الله رمضان الجاي يكون أقوى إن يعني شاء الله. بس حب الحديث عن رمضان سلام كانت توجه للكثير من المشاهدين، يعني خصوصا الموضوع الدراما، خلينا نفتحوه، يعني المسلسلات نقدر نقوله إنتاج الشركة عندكم يكبر عام بعد آخر يعني، بس مع قلة الشركات المنافسة، هل هذا يخلي الموضوع سهل ولا صعب في ليبيا؟ والله شوف، سهل وصعب، يعني
صعب لان ما في سوق او نحن نحاولوا. طبعا نضيف لي نقطه، يعني راهو في مجهود يعني كبير قموا به يعني القطاع الخاص في الانتاج، وراه كل عام ترتفع وتيره اعداد الاعمال ولا حتى جودتها، هذا شيء راه ما نقدرش ننكروه، يعني في عدد كبير من الشركات قاعده تشتغل. لكن احنا لو نتكلموا على مفهوم المنافسه بشكل كبير، صح في اشكال، وهذا سهل ان احنا يعني ممكن ما ناش في قلق بمعنى او ضغط او، لكن ايضا صعب لان ما فيش سوق، والسوق هذا عنصر اساسي. لو ما حليناش مشكلته في ليبيا حيظل مستوانا ضعيف. بينتوا ليش مضطرين يكون تسويقهم بس محلي؟ ليش ما يكونش عربي يعني مثلا؟ عربي على الاقل يعني دول الجوار تونس مصر. هو هذا مرتبط بالثقافه، بترويج الثقافه الليبيه عرفتي خارج هذه الحدود، وهذا موضوع اكبر من احنا نتحملوه كشركه. هذا المفروض في سياسه عامه على مستوى الدوله تتبناها مؤسسات الدوله، احنا نكون جزء منها من غير شك. باب الحديث عن مؤسسات الدوله، القوانين شنو؟ قبل القوانين فيها مرونه تسمح بانتاج، ما فيش تشجيع، مش ما فيش مرونه. عادة الأمور لما نقول أن مؤسسات الدولة كذا، تبدأ الدولة عندها قوانين أو عندها إجراءات أو عندها مؤسسات تشجعنا. بالرغم من ذلك يعني أنا استطعت الشركة والإنتاجات اللي قامت بهم على رأسهم المخرج أكيد أسامة رزق، استطاع أن هو يعني يضم عدد كبير من النجوم العرب، والحمد لله يعني إحنا نفخر أن أعمالنا عرضت في قنوات عربية خاصة في تونس في مواسم الذروة، عرضت أعمالنا فيها، وكان عندها حملات طرقية، وكان يعني أخذت مساحة كويسة. لكن تظل الصناعة، إذا كنا نفكر في جودة الصناعة فإحنا يجب أن نعيد النظر في تنظيم سوق الإعلانات في ليبيا، هو الأهم يعني. بالتأكيد أنا نتذكر أول ما بدينا في أول مشروع انتاج كان مع أسامة، كان في 2013، كان مسلسل فوبيا، وكان جاب ميزانية للعمل. لما شفت الميزانية في ذاك الوقت لقيت ان في قنوات كثير او كل قنوات ما تقدرش تغطيها، لكن انا باش نقدر نطلع عمل كويس انا محتاج نصرفك. فقعدت نشوف ونقول شو اللي يخلي الانتاجات في الدول الثانية في مستوى أفضل من مستوانا، وهذا السؤال كان عندي من أنا صغير. من أنا صغير كان هذا السؤال، نقول ليش مستوى الإنتاج أقل من غيرنا؟ فجيت شوف تلقى أدنى في سوق إحنا مش موجود في ليبيا، اللي هو سوق الإعلانات. يعني لما في العالم يقدر سوق الإعلانات في عام 2018 قدر ب 500 وحاجة 52 أو كذا مليار دولار. أكبر سوق في المنطقة كانت السعودية بمليار و700 مليون، الآن الإمارات بزوز مليار بعد ما انتقلت لها مجموعة الام بي سي، بعدها في الترتيب مصر، بعد السعودية طبعا مصر مليار ومية، المغرب 500 مليون. هذا ما ينفق على الإعلانات. لو خدينا تونس نموذج مثلا، تونس حققت نمو في عام 2019 في سوق الإعلانات في التوتل كل وسائل الإعلانات 15%، في التلفزيون فقط 25%. كان حجم الإعلانات اللي أنفقت على التلفزيون في تونس 161 مليون دينار تونسي. لما تنفق هذه طبعا الإعلانات على الأعمال أو على القنوات اللي فيها مشاهدة، فحتى نعكس إيجابيا. طيب إذا كان سوق الإعلانات يقدر يغطي هذا كله، شو نتبه من الدولة؟ مازال، ما هو هذه جاي كده، مازال السوق يحتاج إلى شغل ويحتاج إلى تنظيم، والتنظيم ما تقدرش تديره إلا من الدولة. أعطيك مثال، في عام لما احنا درنا المسلسل الأول غطينا نصه بالإعلانات، والنص الثاني بعناه للقنوات، واستخدمنا يعني أسلوب استخدمنا أول مرة في ليبيا، هو الشاعر اللي يسموه فيه البرودكت بليسمنت، هو استخدام المنتجات في السياق الدرامي ضمن القصة، موبايل نوع معين، سيارة نوع معينة، وقدرنا نقنع شوية رجال الأعمال تربطنا بهم علاقة وتشجعوا دخلوا معنا، وغطينا مسلسل فوبيا 50% إعلانات و 50% بيع. العمل اللي بعده اللي هو دراغنوف كان ميزانيته أكثر ضخامة وأكبر،
وكان عندنا تحدي ان نبغى نغطوه بالكامل من الاعلانات. وانا اتذكر درت البرزنتيشن بتاع التسويق 47 مره لين لدرجه حافظ كل شيء فيها يعني صم، ودرتها في طرابلس ودرتها في مصراتة ودرتها في بنغازي ودرتها في تونس، والحمد لله استطعنا ان احنا العمل كامل، وهو كان في ظني اعلى ميزانيه لعمل انفق في ليبيا في من ذلك الوقت. اعمالنا اللي بعدها كانت اعلى، كان في ذلك الوقت 1,200,000 دينار. دينار الدولار هذاك الوقت كان بدينار فاصلة ثلاثة يعني، وغطيناه بالكامل بالإعلانات. فنتذكر لأن لما جيت تشوف سوق الإعلانات تلقى أن 30% منه يغطى من الاتصالات، هذه ببساطة سوق الإعلانات 30% اتصالات، 30% مواد غذائية، وال 40% توزع على كل الحاجات الثانية. بحنا قطاع الاتصالات في ليبيا قطاع عام، وما زال نظم الحوكمة اللي فيه ما هيش قوية واضحة بحيث أن تخدم في الإعلانات بشكل إيجابي. فمن ضمن الاجتماعات اجتمعنا بدرت عرض خاص لوكيل وزارة الاتصالات الدكتور محمد براس علي، وكيلة وزارة الإعلام الدكتور علمي أبو سدرة، وقلت لهم بعد ما قدمت لهم العرض قلت لهم أنتم الآن بدون ما تشعروا تساهموا في الفساد في ليبيا. قال لي كيف دكتور محمد؟ قلت أنا نحكي لك، مدير التسويق في شركة اتصالات مثلا في تونس، واحدة من الشركات، مش مسموح له أن يحط الإعلانات في، يقول والله القناة الفلانية عجبتني يلا حط فيها إعلانات، هذا فساد. تحكمها نظم حوكمة، ملزم مدير التسويق في شركة الاتصالات أن يعطي الإعلان للأعلى مشاهدة. فقلت لهم أنا لما تعطي الإعلان وفقا للمعايير هذه، فأنا العام الجاي حيجي المنافس متاعي ويقول أنا العمل متاعي أحسن، حيجي مشاهدة أعلى، فبالتالي تثر السوق، تثر المجال. لكن لما تكون الموضوع كله في إطار العلاقات حصل في فساد. بالضبط، يعني فساد مش من المعنى التقليدي، لكن هو في نظم الحوكمة يسمى فساد. فتشجع للأمانة في ذلك العام، وغطينا المسلسل من الإعلانات، وبعنا يعني، وكنا متفقين تفكر المعلنين على زوز قنوات، استطعنا نعرضه في 6 قنوات وكله في توقيت الذروة، وهذه كسبتنا ثقة كبيرة من المعلنين. السوق لو يستقر وتكون في ضوابط وتنحل المشاكل الاقتصادية الكبيرة الآن اللي تواجهها ليبيا من قصة توقف صادرات النفط إلى مشكلة الدولار إلى غيرها، أظن أنه كافي أن ينعكس إيجاباً على يعني قطاع البيئة الليبية قادرة. مشكلتكم بس الموضوع هذا، الباقي البيئة الليبية يعني مرنة في أن تطلع إنتاجات درامية قوية يعني. أكيد 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 عندنا المقومات، وللأمانة يعني أسامة رزق يعني أخذ على عاتقه دائماً في كل عمل أنه هو يدرب مجموعة شباب ويكسبهم الخبرة العملية، لأن هو في أطقم فنية تشتغل معاه يعني بخبرات كبيرة، فبالتالي كنا نبو نوصلها هذه الأجيال الجديدة. لو يتنظم السوق كل شيء يتنظم. طيب أغلب الإنتاجات حملت مضامين جدلية نوعا ما، يعني دائما كان في، هل تقصدت الموضوع هذا وتقصدتوه أنتم في الشركة ولا في ليبيا؟ أيا كان الموضوع حيثير جدل. كل المجتمعات اللي تنتقل من الأنظمة الشمولية إلى أنظمة تعددية وحريات، في البداية أي شيء يندار يصبح شيء جدلي. يعني أنت ما تقصدتش أو أنتم كشركة؟ لا، ما كانش في قصد. طيب موضوع التصدي للتاريخ الليبي قداش كان في مسلسل الزعيمان، يعني لأول مرة ممكن يتم الحديث عن التاريخ الليبي الحديث بهذه الصورة بهذا الوضوح وبالأسماء؟ وطبعا احنا صح ما عندناش الاختلاف المذهبي في ليبيا، بس عندنا الاختلاف القبلي كبير وله جذور يعني تاريخيه. لاي درجه الموضوع كان مغامره محسوبه غير محسوبه بالنسبه لك او بالنسبه لكم كشركه؟ يعني احنا ديما نقولوا ان تاريخنا يعني مهمل وما خدش حظه في المعالجه جيده، وفي كثير من النقاط المشرقة اللي مهم ان احنا اليوم نقتدوا بها. راهي ليبيا دولة
يعني كانت سباقة في الاستقلال، أظن الثانية في شمال أفريقيا قبل حتى مثلا تونس، فبالتالي كان في مسار قديم يحتاج منا إلى تسليط الضوء، وإحنا اليوم في أمس الحاجة إلى نماذج مشرقة ربما نستلهم منها أو نستفيد منها في الوضع الحالي. لأن ما يحدث في ليبيا ما هوش أول مرة، يعني صح أكيد الحدة اللي موجودة كبيرة أو الدموية اللي في المشهد ما صارتش بهذا الحجم، لكن في كثير مما يمكن مقاربته والاستفادة منه. هل إنتاج هذا النوع مهم ولا متعب ولا زوز مع بعض؟ أنت ما جاوبتنيش. أنتو هو تجاريا، شوفي تجاريا قبليا كان صعب الموضوع تجاريا، ما هوش الأجدى. يعني في أشياء أنسب وهو مفروض مهمة الدولة، يعني هذه مسؤولية الدولة في العالم كله، تراث تاريخي هذه مسؤولية الدولة تأخذها على عاتقها، لأن أنت عندك رؤية وطنية هذه يجب ترعاها الدولة وتمولها الدولة. قاعد ما جاوبتنيش. المغامرة كانت محسوبة، أنتم عارفين أنه حيصير في جدل قبلي لأن الأسماء اللي ذكرتوها قاعد لها صداها. لا لا شوفي، أنا لا أتفق معك أنه صار في جدل، بالعكس صار بعض الملاحظات نتيجة أخطاء، أكيد يعني كل عمل بشري فيه أخطاء، لكن كان في قصد على الابتعاد تماما عن أي قضايا تثير إشكالات. إحنا ما نرويش في كل القصة، نروي الجانب المضيء، والجانب المضيء هو جزء من الحقيقة وليس بالضرورة الحقيقة كاملة، لأن جزء منها ما هوش وقتها، جزء منها في قراءات مختلفة، جزء منها في وجهات نظر مختلفة، جزء منها في سياقات مختلفة، يعني ما ولا يمكن تجملها في عمل. فكان أن يكون ركزوا على النقاط المضيئة. إذا كان العمل غير مجدي وغير مربح، هو وظيفة الدولة، أنتوا أعلنتوا أنه حيكون في سلسلة للتاريخ الليبي، صحيح؟ نعم، مستمرين فيها، ونحاول أن احنا نحطوا فيها شركات تقدر تشيل معنا حمل الإنتاج. أستاذ وليد فارس، أنت صرت أب، ويقال أن الرجل يصير جبان أو أكثر حرص لما يصير أب، يعني فهل فعلا وجود ابنك خلاك تكون حريص في خطواتك، ولا قاعد الشاب المغامر اللي ما يحسبش فيها هلبة؟ لا بالتأكيد، بالتأكيد، لأن في مسؤولية على عاتقك، يعني ما هو زي قبل اللي كان، يعني كنت أنا اللي مفكر فيه ونقتنع به ندير على طول ونحسبوش في مخاطر على جميع الأصعدة. لا، الآن الوضع مختلف، يحتاج أن في مسؤولية، مسؤولية وراك يعني. طيب إعلام، دراما، التسلسل اللي شفناه عند البعض، المرحلة الثالثة عادة عند بعض الشخصيات كانت هي السياسة. نعم. فهل عندك يلوح في الأفق أي طموح سياسي لوليد اللافي؟ سؤال مفاجئ. لا والله، شوفي يعني احنا أصلا نديروا في سياسة بشكل عام، يعني هذا هروب ذكي يعني. لا مش هروب ذكي، هو سياسة أكيد، يعني احنا في النهاية موجودين في الشأن العام ونأثروا في الشأن العام. على الصعيد الشخصي، ايه، عندك طموح سياسي؟ دي سكتي صح. طيب بعيدا عن المشاريع الشخصية يعني ما تبيش تصرح بها، خلينا في المشاريع. سلام رفع شعار الجاي أقوى. نعم، أقوى بأي معنى؟ بالنسبة للمشاهد، بالنسبة للمعلنين؟ أيوة، على جميع الأصعدة، يعني إحنا استفدنا أكيد من التجربة السابقة، فريق كله استفاد، الآن أمام خطة جديدة، رؤية أقوى، تحدي أقوى، أهداف أكبر، فبالتالي محتاجة إلى مجهود أكبر. الموسم اللي حينطلق أو انطلق مفروض وقت بث الحلقة حيكون موسم مختلف، أظن فيه بعض البرامج لأول مرة تنذار في ليبيا، فيها إمكانيات أكبر، فيها تفاصيل أكثر، فيها شغل أكثر، وجديري يعني فيها عزيمة على أن نخلو أن الانترتينمنت ماهوش محصور في رمضان فقط، لا هو على طوال العام، ويقدر يحصد نسب مشاهدة أكثر، وبالتأكيد جزء منه على عاتق المعلنين اللي استطاع فريق التسويق إقناعهم أن هم يخوضوا غمار مغامرة صح التعبير أو تجربة جديدة
أن تكون إعلاناتهم موجودة خارج رمضان. طيب هل سلام من ضمن الجاي أقوى حريصة على استقطاب أسماء موجودة وبنت نفسها، ولا فاتحة الباب مازال لناس ممكن عندها طموح إعلامي وما خدتش حقها يعني؟ والله يعني من الخطأ أن نمشي في خط واحد، من الضروري أن تكون في القناة نجوم، وأيضا يعني هذه فلسفة النجوم يعني وفكرة النجوم يعني وتوظيفها في إطار التسويق هذه تعتبر تجربة جديدة معنا في العالم، يعني الكل يشتغل بها، فإحنا نحاول حريصين عليها حتى في دراساتنا اللي نجرفها للتخطيط وغيرها، بالإضافة إلى وجود أكيد مساحة لوجوه جديدة تكون عندها الإرادة دائما والإصرار والشغف بالمجال، أكيد يعني تتاح لها مساراتنا في العمل معروفة، يعني إحنا نبدو يجب أن يبدأ من القاعدة يعني ويبدأ في غرفة التحرير وتتكون عندك كل يعني الاشتراطات اللازمة، وبالعكس يعني إحنا نفتح المساحة للجدد ونعطي ونحتفي بالنجوم، يجب يكون عندنا الكل في سلام إن شاء الله. هل ندمت على المقابلة موافقة عليها اليوم؟ مقابلة اليوم؟ والله بالعكس سعيد بها جدا وفرحان إن أول مقابلة يعني إني نطلع في القناة تكون معك أنت يا سعد. شكرا جزيلا، شكرا على وقتك، وإذا كان في أي شيء حاب تضيفه في نهاية المقابلة. شكرا جزيلا. وسؤال كنت مفكر إن أنا أسأله لك. لا شكرا. إلى هنا تنتهي كواليس أول حلقة من برنامج كواليس، ومن خلال أول حلقة نقدر نقول بثقة أن فعلا اللي جاي أقوى. تحياتي.